قام وفد من الاتحاد الأوروبي بتفقد الأوضاع داخل قطاع غزة، وشملت جولتهم زيارة عدد من المشروعات ضمن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تأتي تأكيدا على الدور المصري الثابت اتجاه القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة. We are here, the European Union, 16 heads of mission from Jerusalem and Ramallah. حصل أن نحن هنا ممثلين عن الاتحاد الأوروبي حتى نتعرف على الموقف الأولوي في رام الله وكذلك في قطاع غزة. نحن هنا مع أصدقائنا المصريين حتى نتعرف على ما يفعلونه هنا وكذلك نتعلم قيمة المساعدات التي بلغت أكثر من 5 مليون دولار لمساعدة الأشخاص الفلسطينيين هنا في قطاع غزة، وكذلك الارتقاء بالبنية التحتية وتأهيلها. نعم، هذه مساهمة قوية من مصر، وأنا سعيد جدا لأنني أرى أصدقائي المصريين هنا وانخراطهم في عملية تطوير غزة. شكرا جزيلا. تقوم يعني تجري اليوم زيارة رفيعة المستوى من دول وممثلي دول الاتحاد الأوروبي إلى المشاريع التي تقيمها جمهورية مصر في قطاع غزة، مشاريع إعادة الإعمار والتي تأتي ضمن المنحة الرئاسية التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة بعد عدوان 2021 على قطاع غزة من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في هذا العدوان. هذه الزيارة مهمة ونوعية، حيث تم إطلاع الوفد على كافة مجريات الأعمال وتقدم العمل في المشاريع، ومن المأمول أن تنتهي هذه الأعمال يعني خلال عام من الآن بإذن الله في كافة المشاريع. ونحن في الحكومة الفلسطينية نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية على هذا الجهد وهذا الإنجاز العظيم. المشاريع المصرية دلوقتي الحمد لله ماشية في نطاق سريع بناء على تعليمات سيادة الرئيس والحكومة، بأن المشاريع تمشي بأسرع وقت ممكن وبأسرع سرعة ممكنة. وحاليا دلوقتي احنا شغالين في الكورنيش وخلاص في المراحل النهائية للكورنيش، والعمال الحمد لله ماشيين بخطوات ثابتة، والحمد لله العمال في نطاق انها تخلص في اقرب وقت ممكن بإذن الله.